جامعة طيبة التكنولوجية واحدة من الصروع التعليمية التي انضمت للمنظومة التعليمية هنا في محافظة الأقصر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالتعليم الذي يخدم سوق العمل والذي يخرج كوادر شبابية تضيف لسوق العمل. هذه الجامعة الوليدة أقيمت هنا في مدينة طيبة شمال محافظة الأقصر. سنتعرف أكثر على هذه الجامعة وما تضمه من تخصصات من الدكتور عادل زين رئيس الجامعة. برحب بحضرتك معنا على شاشة اكسترا نيوز، واحنا شايفين صرح كبير مقام على ارض مدينة طيبة هنا في محافظة الاقصر. عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل اكثر عن هذه الجامعة وما تضمه من كليات واقسام مختلفة. في البداية اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتونا، واهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. جامعة طيبة او الجامعات التكنولوجية بصورة عامة هي مسار موازي للجامعات الحكومية المتعارف عليها. الهدف منها تخريج تكنولوجيين، والدولة في حاجة لهذا النوع من الخريجين، فابتدت الدولة تهتم بالجامعات التكنولوجية. يمكن أنشأت 3 جامعات تكنولوجية سنة 19، وابتدت تتوسع في الجامعات التكنولوجية. السنة دي تم افتتاح 6 جامعات تكنولوجية، منهم جامعة طيبة اللي احنا واقفين على أرضها. الصرح الجميل ده زي ما قلنا هو يعتبر مسار موازي للتعليم المتعارف عليه الجامعي، مسار لطلاب التعليم الفني. ويمكن في البداية اسمح لي انه في طفرة تمت في التعليم الفني، فتح مدارس للطاقة 3 سنين، وتم استحداث 2 رابعة و5 لخريج فني مميز. فالطلاب دول من حقهم يلتحقوا بالجامعة ويحصلوا على مؤهل عالي، بكالوريوس، وممكن برضو يسجل دراسات عليا. فكان الاتجاه لعمل الجامعات التكنولوجية، والدولة اهتمت سواء النواحي المادية أو النواحي والإمكانيات. بالإضافة لم ينتهي برضو اهتمام الدولة بالجامعات التكنولوجية، وصلت لأخيرا أنه أصدروا قرار بإنشاء هيئة إتقان للجودة في الجامعات التكنولوجية، موازية أو على غرار هيئة نقاء الخاصة بالتعليم الجامعي. ولو جينا بقى نسلط الضوء على جامعة التكنولوجية في طيبة، هي تعتبر من أكبر الجامعات التكنولوجية اللي أنشأت، على مساحتها حوالي 130 ألف متر مربع. وبرضو التكلفة المالية هي من أعلى الجامعات تكلفة، حوالي 738 مليون جنيه. فيها كليتين، كلية تكنولوجيا الصناعات، تكنولوجيا الصناعة والطاقة، تضم برنامجين، برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي. الكلية الثانية كلية السياحة والفندقة، وأيضا تضم برنامجين، كلية السياحة والسفر وكلية الخدمات الفندقية. لو بصينا الأقسام الموجودة أو الكليات الموجودة في جامعة طيبة، هنلاقيها إنها تم اختيارها بعناية لتناسب احتياجات المجتمع المحيط. لو اتكلمنا عن السياحة والسفر والفندقة، فأكيد طبعا الأقصر وأسوان يهتموا جدا أو محتاجين للنوعية دي من التكنولوجيين. نفس الفكرة برضو الصناعات الخشبية وصناعة وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، ده بيتوافق مع المناطق الصناعية الموجودة في المنطقة زي البياضية، وحتى برضو في هو في جينا والمناطق الصناعية في أسوان. طبعا يعني لو اتكلمنا برضو على نظم التدريس والمناهج التعليمية، طبعا احنا شايفين في عدد كبير من المعامل لتدريب الطلاب على المناهج اللي بيدرسوها أثناء العام الدراسي. عايزين حضرتك يعني تستفيد وتحكي لنا بقى عن في يعني ما يتعلق بنظم التدريب والمناهج الدراسية هنا هي طبعا الدراسة هنا تختلف عن الدراسة في الجامعات، في أنها الدراسة الجزء العملي يمثل 60% من الدراسة، والجزء النظري يمثل 40%. هو الهدف من الجامعات التكنولوجية تخريج تكنولوجي قادر على الالتحاق بسوق العمل فور تخرجه. عندنا في الجامعة ممكن الطالب ياخد سنة أولى وسنة ثانية ويتخرج بدبلومة عليا في التكنولوجيا في التخصص الموجود، وبرضه بعد سنتين قادر على الالتحاق بسوق العمل مباشرة، أو ممكن يكمل بعد ما يلتحق بسوق العمل سنة أو سنتين يرجع تاني ويكمل معانا سنة ثالثة وسنة رابعة ويحصل على بكالوريوس تكنولوجي في التخصص الموجود. معنى انه يلتحق بسوق العمل مباشرة بمجرد تخرجه انه لازم يخضع لدورات تدريبية تأهله للالتحاق بسوق العمل مباشرة، وده ناتج او بينتج من المعامل الموجودة عندنا في الجامعة، معامل على مستوى عالي جدا،
بتأهل الطالب للالتحاق بسوق العمل مباشرة. بالإضافة برضو الجامعة يعني إن شاء الله تتطلع لعمل بروتوكول تعاون مع كثير من الهيئات المحتاجة للنوعية دي من الخريجين، وده إن شاء الله هيتم في المستقبل القريب بإذن الله. ده أكيد سيساعد على يعني مساعدة الخريجين من هذه الجامعة في الحصول على فرص عمل، وكمان هيكونوا مؤهلين بسبب الاعتماد على تدريبهم بشكل عملي على المناهج اللي بيتم يعني تدريسها هنا في هذه الجامعة. الدكتور عادل زين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. إذن مشاهدينا الكرام، كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور عادل زين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، الذي حدثنا عن هذه الجامعة وما تضمه من كليات وأقسام مختلفة ومناهج التدريس ونظم الدراسة في هذه الجامعة. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة، والآن عودة إلى الاستوديو.